الحاجة التانية اللي برضو شغلتنا كلنا، اللجنة الخماسية اللي بتقود اتحاد الكرة في الفترة الحالية. كلنا أكيد كمصريين وكرياضيين بندعم هذه اللجنة كل الدعم، لأن احنا عايزين نطور من اللي شفناه قبل كده والمعاناة اللي عناها قبل كده، وعايزين أسماء فعلا تشتغل، أسماء حاطة قدامها بس المصلحة العامة للكرة المصرية أو اسم مصر. لما تتكلم على اتحاد مصري، اتحاد بحجم بلد زي مصر، لازم يكون اتحاد بيدور في الأول وفي الآخر على مصلحة البلد مش مصلحة أشخاص. مع احترامنا طبعا، مش عايزين بقى نقعد نتكلم ونفتح في اللي فات، لكن عانينا كتير جدا جدا، عانينا من تخطيط، عانينا من إدارات، عانينا من كل حاجة بصراحة. يعني لما تيجي تتكلم في إيجابيات هتقعد تدور عليها بملقاط، لكن هتتكلم في سلبيات يعني اللي ما بيشوفش يشوف. عموما كل الدعم للجنة وكل الدعم والمساندة مننا احنا كنادي اهلي وشعبية النادي الاهلي، اكيد بندعم هذه اللجنة وعايزين طبعا ان احنا نرتقي بمصلحة الكرة المصرية. اللجنة خدت قرارات لتصحيح المسار. اقول لكم القرارات او افكر حضراتكم بالقرارات اللي خدتها اللجنة. كان اول قرار تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق. طبعا كان لازم، يعني هي الحاجة الوحيدة اللي لازم يعني ندور عليها بسرعة شوية، لازم مدير فني يا جماعة، مش عايزين نقعد نأخر. مش عارف احنا خايفين نقول أو خايفين نختار أو بندور كويس قوي أو بنفاضل بين مصري وأجنبي. اعتقد ان احنا كلنا اتفقنا ان الفتره دي بتاعه مدرب مصري عشان يعني نحط الدنيا، نحط نقط في الحروف، بعد كده نشوف الرؤيه ايه، وممكن المدرب المصري ينجح ليه لا. يعني عندنا اسماء طرحناها احنا في قناه النادي الاهلي، بنطرح المصلحه العامه، والله ما بنقولش حتى اسماء مدربين اهلاويه، بنقول المصلحه العامه فين. طرحنا كذا اسم، نتمنى ان يكون في اسم قريب جدا يظهر، لان كل حاجه متوقفه على المدير الفني، لان هو اللي بيختار حاجات كتير جدا ويبقى عنده اختيارات، يبقى عنده أريحية. مش عايزين يجي نضغطه نقول له بسرعة وحط لنا، لازم مدير فني يجي عنده أريحية، عنده وقت طويل ان هو يحط مشروع، مش يجي تقول له انا عايز كاس الامم، انا عايز اوصل لكاس الامم، انا عايز اوصل لكاس العالم. لازم يحط مشروع اللي هو تطوير الفريق، مشروع اللي هو مثلا عايزين فرقة اعمارها صغيرة، عايزين نروح فين بعد 3-4 سنين، ونصبر ونستنى طالما احنا عندنا مدرب احنا احسننا اختيار. لازم نحط تحت احسننا الاختيار دي 100 خط احمر. لكن اعتقد ان احنا لازم يعني نستعجل شويه في اختيار مدير الفني للمنتخب الوطني. تاني قرار خدوه اللجنه الخماسيه كان تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم باعمال المدير الفني المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكره القدم والمقرر اقامتها في جده او في جده بالمملكه العربيه السعوديه يوم 16 سبتمبر المقبل. ده تاني القرارات زي ما قلت لحضراتكم. ثالث قرار تعيين الكابتن جمال الغندور رسمي رئيسا للجنه الحكام على ان يكون بتشكيل مقترح للجنه. تعيين الكابتن جمال الغندور رئيسا للجنه الحكام على ان يكون بتشكيل او بالتشكيل المقترح للجنه وعرضه على مجلس الاداره في اجتماعه المقبل. اول ما سمعنا كابتن جمال الغندور دايما كده لما تلاقي اسم زي ما سمعنا سمير عثمان وشفنا الاراء والتضاربات في الاراء، سمير عثمان وسمير عثمان مش عارف اصله ايه، سمير عثمان زملكاوي، سمير عثمان اهلاوي، سمير عثمان مش عارف انتماءاته ايه. والراجل انتوا شفتوا سمير عثمان هنا كان في قناه الاهلي كان بينتقد الحكام لو حسبت حاجه على الاهلي، يعني كان بيتكلم في العموم في الصح يعني. فاول ما بتلاقي اسم تلاقي عارفين اللي بيذبح القطه كده، يعني بالبلدي بتاعنا كده بيذبح القطه عشان نخوف الناس. اعتقد ان جمال الغندور اسم كبير جدا، عالمي مونديالي، حكم عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، اعتقد ان هو سهل قوي ان هو يقود لجنه الحكام. لكن مش عايزين بقى نقعد بقى نتكلم عن الكابتن جمال الغندور ومش عارف هو ايه والباك جراوند بتاعته، يعني عايزين بقى نشجع الناس ونديها اريحيه في الشغل شويه، مش عايزين نضغط عليها من الاول كده. والكابتن جمال الغندور اعتقد ان هو يعني بعيد عن الضغوطات وان هو طبعا حاطط في دماغه كل الكلام ده. كل التوفيق للكابتن جمال الغندور في اختيار كمان التشكيل المقترح للجنه بتاعته، ان شاء الله
تكون لجنة ترتقي كمان بالمستوى التحكيمي في مصر. رابع قرار، تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية. أعتقد أن ده قرار مهم جدا جدا، أن أنت يعني ترجع تاني للانضباط، مع أن احنا يعني خلاص شفنا الجماهير في المباريات اللي فاتت، أعتقد أنها كانت في منتهى الالتزام ومنتهى الانضباط. لكن طبعا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالانضباط، لازم لازم. خامس قرار، الاستعانة بالدكتور أو الأستاذ الدكتور صفوت النحاس، اسم كبير قوي يا جماعة. أستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعمل هيكلة إدارية كاملة للاتحاد وفروعه. قرارات مهمة قوي بصراحة. سادس قرار، البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية VAR أو الفار وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت. كلنا كأهلوية وكلنا كرياضيين نفسنا تطبق تقنية الفار عشان كله يسكت بقى، يبقى في حاجة كلنا اجتمعنا عليها إن هي حاجة صح جدا، كمان بتدي أريحية للحكم، ما بقاش في ضغط على الحكم، في حاجة بيرجع لها الفار بيطلع يشوف زي ما بنشوف كده في الملاعب الأوروبية وفي المباريات الأوروبية والمباريات العربية كمان. تقنية الفار محدش بيتكلم، إن قالوا بقى قبل كده إن الفار مش عارف إيه والفار ضدنا والفار، لكن يعني الموضوع بيبقى سهل قوي لما بيكون عندك مرجع بحجم الفار بترجع له، وعندك لجنة تحكيم أو لجنة كمان في الحجرات اللي بنشوفها إحنا كده في الاستادات بيرجعوا للحكم، بيرجع ليها بيديله القرار الأحسن والقرار الأصوب، ضربة جزاء مش ضربة جزاء، حالة طرد مش حالة طرد. لو بتتابعوا لسه يعني حالات الفار حسمها في منتهى الحسم كمان. لكن قرار مهم جدا، نفسنا كلنا كأهلوية وك يعني مجتمع رياضي نطبق تقنية الفار في المباريات المقبلة بإذن الله. قرار برضو كلها بصراحة قرارات للمصلحة العامة. القرار السابع، تشكيل لجنة للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعة حالتها برئاسة الدكتور أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة. تمام، بنشوف ملاعب لا تصلح، لكن الملاعب شهدت في الآونة الأخيرة طفرة بصراحة في كل حاجة. كنا كلنا فرحانين جدا وفخورين جدا إن احنا عندنا ملاعب بالشكل ده، ليه لأ؟ ليه ما تكونش كده على طول؟ الموضوع صيانة، موضوع متابعة زي ما شفنا البند أو القرار رقم 7. القرار رقم 8، تكليف الدكتور أحمد عبد الله بالإشراف على المنتخب الأولمبي. القرار رقم 9، جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا. دي كانت قرارات اللجنة الخماسية، كل التوفيق وكل الدعم لهذه اللجنة في الارتقاء بمصلحة الرياضة المصرية والمصلحة العامة في المقام الأول والأخير. نفسنا ويعني منعنينا ان احنا نشوف فعلا حد بيشتغل للمصلحه العامه. كفايه بقى يعني، كفايه قوي بصراحه، كنا بنشوف ويعني حاجه يعني ممكن نوصفها بمهزله قبل كده. لكن ان شاء الله اللي جاي دايما ما عندناش. كان معايا تامر بجاته امبارح قال لي حاجه وانا بساله في الحوار اللي كان ممتع بصراحه بالنسبه لي، قال لي احنا ما فيش قدامنا حلول غير ان احنا نتفائل وندعم لغايه لما نشوف، وانا بصراحه بتفق معاه تماما.